أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. مداهمة ونهب منزل أول من نادى بالقضية الجنوبية. الهروب من الحرب إلى الرياضة، منتخب الناشئين يمنح اليمنيين فرصة للفرح. وفي أخبارنا المنوعة، هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد صراخ أحد الركاب. قبل 12 عاماً كان ناصر النوبة، وهو عميد متقاعد في الجيش اليمني، أحد أبرز الشخصيات السياسية التي دشنت حراكاً مجتمعياً غاضباً، طالب بمنح عسكريين جنوبيين حقوقهم من النظام السابق. دشن النوبة برفقة العشرات من العسكريين تظاهرات عسكرية عرفت لاحقاً بالحراك الجنوبي الذي قاده النوبة لسنوات طويلة. هذا كله لم يشفع للرجل أمام ميليشيا الانتقالي والتي اقتحمت منزل النوبة. ووفقا لموقع عدن الغد، مداهمة منزل مؤسس الحراك الجنوبي واقعة تسلط الضوء على فداحة الانقسام جنوبا. وقال الموقع أن قوة أمنية وفقا لتوصيف عدن الغد داهمت منزل مؤسس الحراك الجنوبي في حي الصولبان، وقامت بنهبه واختطاف أفراد حراسته إلى جهة غير معلومة. ويقول الموقع أن مهاجمة منزل النوبة تسلط الضوء على فداحة الانقسام جنوبا، فالرجل كان ولا يزال واحدا من أيقونات الحراك الجنوبي، وندد قطاع واسع بعملية المداهمة، وقالوا أنها تؤكد على أن الوضع في عدن اليوم لا يطاق. يبحث اليمنيون دوما عن أقرب فرصة للفرار من الحرب ومآسيها، وبالرغم من المعاناة والأوضاع الكارثية التي تعصف باليمن، ورغم ما يبدو للمتابعين من الخارج من بساطة ما أنجزه منتخب الناشئين لكرة القدم، إلا أنه قد لقي احتفاء واسعا في أوساط اليمنيين، كما يقول المصدر أونلاين، والذي عنون في تقريره الخاص الهروب من الحرب إلى الرياضة، منتخب الناشئين يمنح اليمنيين فرصة للفرح. ورأى اليمنيون في أداء منتخب الصغار دون سن 16 لكرة القدم في التصفية المؤهلة لكأس آسيا 2020 مواساة لهم عن الجحيم الذي يعيشونه منذ أكثر من 5 سنوات، ومع تعاظم شعورهم بحالة الخذلان وتعرضهم لانتكاسات متواصلة، تعامل اليمنيون مع الإنجاز الذي حققه الفريق الرياضي بمثابة نصر لليمن وفسحة للهروب من أخبار الحروب والأزمات التي لا يكادون يسمعون غيرها منذ اشتعال النار في اليمن. قد لا يكون الجمهور اليمني مسكونا بالرياضة إلى هذه الدرجة، لكن ظروف الحرب والشتات دفعت الجميع للالتفات إلى بقعة ضوء صنعها لاعبون صغار، رغم كونهم يفتقدون للرعاية ويعيشون ظروفا غاية في الصعوبة والقسوة. وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى مهرجان متواصل يحتفي بهذا الإنجاز. عدة عوامل أدت إلى حدوث انقلاب ثاني داخل البلاد، وهي ذاتها العوامل التي رسخت انقلاب صنعاء. هذا هو ما دار حوله المقال الذي كتبه علي العقيلي، مضيفا في أجزاء من المقال المنشور في التغيير نت. تحررت عدن ولم تعد إليها الدولة، وصل الجيش الوطني إلى نهم ولم يدخل صنعاء، وصلت القوات المشتركة إلى الحديدة ولم يتحرر الميناء الاستراتيجي الأهم، وظل بيد ميليشيا الحوثي وتحت سلطتها وسيطرتها، يدر عليها المليارات وتستقبل عبره الصواريخ والطائرات المسيرة وكل ما تحتاجه للحرب من عدة وعتاد. هناك عدة عوامل حالت دون تحقيق ثمرة ذلك التحرير واستمراره بنفس الوتيرة، وتلك العوامل الرئيسية منها تشبه إلى حد ما تلك التي كانت سبباً رئيسياً في سقوط صنعاء بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وانهيار منظومة الدولة، وأبرزها غياب الدولة وسلطتها عن عدة مناطق في البلاد. ساهم ذلك بشكل كبير في توسع ميليشيا الحوثي وسيطرتها على عدة مناطق ومحافظات، كما أن تعدد السلطات ومصادر القرار في صنعاء أفقد الرئيس هادي القدرة على تحريك القوات المسلحة والتصدي للحوثيين، وأيضاً التدخلات الخارجية الأممية والإقليمية، والتي كانت سبباً رئيسياً أيضاً في سقوط صنعاء بيد الحوثيين وذوبان الدولة أمام مجاميع الميليشيات وانهيار منظومتها. ولكن لماذا لا تزال البلاد في مرحلة السقوط؟ ولماذا عدن سقطت بيد انقلاب آخر؟ بعد سنوات من الحرب الهادفة إلى إعادة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثي في صنعاء،
وليس صناعة انقلاب آخر على غراره في عدن. من الطبيعي أن تسقط عدن بيد ميليشيا انقلابية في ظل استمرار تلك العوامل التي كانت سبباً في سقوط صنعاء ووجودها في عدن وبشكل أكبر وأبرز. ففي عدن توجد سلطات غير شرعية تضاهي الدولة وتنازعها القرار والسيادة، وهناك العديد من المناطق في المحافظات المحررة خارج نطاق السلطة الشرعية ولا تواجد للدولة فيها في ظل تدخلات خارجية سافرة ومنازعة للقرار والسيادة. كل هذه العوامل هي السبب الرئيس في سقوط صنعاء بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستمرار انقلابها كل هذه السنوات نتيجة توقف جبهة نهم ومعركة تحرير الحديدة وسقوط عدن بيد ميليشيا الانتقالي الانقلابية. تواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة باستهداف وقصف مواقع الجيش في المحافظة. وعنون موقع الصحوانة: ميليشيا الحوثي تتجاهل فرق المراقبة في الحديدة وتهاجم مواقع الجيش. واستهدفت الميليشيا بقذائف المدفعية مواقع الجيش الوطني في منطقة الجبلية في مديرية التحيتة، كما استهدفت الميليشيا بالأسلحة الرشاشة مواقع قوات الجيش الوطني في مدينة الصالح شرقي مدينة الحديدة. وكانت اللجان الأممية في الحديدة أقرت نشر لجان مراقبة في عدد من المواقع في الحديدة لمراقبة قرار وقف إطلاق النار. عبء إضافي يعيش على وقعه كثير من سكان صنعاء. هؤلاء السكان الذين يقيمون في مساكن بالإيجار وجدوا أنفسهم إما أن يرضخوا لجنون مالكي المساكن التي يقيمون فيها أو تسليمها. وعنون موقع قناة بلقيس: في صنعاء حيث الطقم هو الدولة، حرب الإيجارات وسرقة رغيف الفقراء مستمر. في حديث لموقع بلقيس قال أحد السكان: أبلغني مالك السكن الذي أقيم فيه بإخلاء السكن بداية الشهر القادم أو دفع زيادة تساوي 30% من إجمالي الإيجار المتفق عليه، ولأني كنت قد دفعت زيادة تساوي أيضا 30% العام الماضي اعتقدت أن صاحب البيت يمزح معي لأنه كان جادا. لم يفلح التفاوض معه ولا اللجوء إلى مشرف الميليشيا الحوثية، والذي قال لي بلهجة متعجرفة: ما إذا كنت أريد أن أسكن مجانا أو أن أمامي طريقتين، أن أزيد الإيجار أو أسلم له بيته يؤجره بزيادة. يبرر مالك عقار سكني في صنعاء لجوءهم لرفع الإيجارات بأنه نتيجة للجبايات المفروضة عليهم لدعم المجهود الحرب الحوثيين وكذلك أنشطتهم المختلفة، ما لم سيزج بهم في السجون. السعودية والإمارات في اليمن، التنافس بالفوضى. تحت هذا العنوان كتب علي الذهب مقاله المنشور في العربي الجديد. بمقتل قائد قوات التحالف في حضرموت العقيد في الجيش السعودي بندر العتيبي، يبدو أن فصلا جديدا من العنف سيجتاح هذا الجزء من المحافظة الذي ظل طوال سنوات الحرب الأربع الماضية خارج مسرح عمليات التحالف مع الحوثي وخارج سيطرة الإمارات وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الموالية لها. لقد دفعت أحداث أغسطس الإمارات إلى التوغل مجدداً في حضرموت، الوادي والصحراء، عبر قادة عسكريين وأمنيين تربطهم علاقات وثيقة بقادة المجلس الانتقالي، سيما قادة القوات الأمنية التي نشرت في مدينتي تريم وشبام ومدينة السيئون قبيل انعقاد مجلس النواب فيها في أبريل الماضي. ويبدو أن ما حفز على معاودة توغل الإمارات في حضرموت الوادي والصحراء نشر السعودية قوات كبيرة وبكامل اعتادها العسكري في منطقتي العريش وصلاح الدين شرقية وغربية عدن على التوالي في أغسطس الماضي، حيث مثل انتشار القوات السعودية منافسة صارخة للإمارات وتجلى كما لو أنه توجه لتأسيس قاعدتين عسكريتين. ما يلحظ الآن أن هذه الأطراف تعمل على إعادة تموضعها على طول مناطق الساحل الجنوبي من المهرة شرقا إلى جزيرة ميون بريم في مضيق باب المندب غربا، بما في ذلك جزيرة سقطرى في المحيط الهندي، غير أن الصورة الأبرز للتنافس على أرض الواقع تبدو إماراتية سعودية، إذ لم يعد للسلطة الشرعية من وجود خالص الولاء في هذه المناطق عدا محافظة شبوة. بعدما ظلت الاحتفالات بذكرى ثورة 26 من سبتمبر التي حولت الحكم في اليمن من ملكي إلى جمهوري مهمة رسمية لا يتحمس لها المواطن اليمني، تحول هذا اليوم بل وشهر سبتمبر بكامله كما تقول العرب الجديد إلى مناسبة شعبية يتنافس اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي في إحيائها والاحتفاء بها منذ أن سيطر الحوثيون على صنعاء في 21 من سبتمبر عام 2014.
يوم سيطرة الحوثيين على صنعاء أي انقلابهم على الحكومة هو اليوم نفسه الذي تم فيه تنصيب محمد البدر كآخر إمام لشمال اليمن في سبتمبر عام 1962. وبعد 5 أيام انطلقت ثورة 26 من سبتمبر والتي أنهت حكم الأئمة الديمقراطي وأعلنت قيام الجمهورية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية. ويرى الكثير من اليمنيين أن هذا التاريخ الذي سيطر الحوثيون فيه على صنعاء لم يكن مجرد صدفة بل تاريخا مدروسا لاستعادة حكم الأئمة في اليوم الذي نصب فيه آخرهم على عرش صنعاء. ومع سيطرة الحوثيين على العاصمة عادت الاحتفالات بالمناسبات التي كان نظام الأئمة يحييها، رفعت الشعارات التي تم حظرها منذ فجر الثورة وغابت عن المشهد اليمني 5 عقود. ويثير هذا الأمر حساسية لدى اليمنيين الذين تعايشوا بمختلف مذاهبهم عندما غاب الخطاب التمييزي من قبل السلطة وتقاتلوا فيما بينهم عندما تبنت الأخيرة خطابا يقسم الشعب إلى فئات لا تتمتع بالمساواة التي كان تحقيقه أحد الأهداف الستة لثورة 26 من سبتمبر عام 1962. وكانت هذه الثورة اختراقا نادرا وقويا لنادي الملكية والحكم الوراثي في الجزيرة العربية، وقد تحولت إلى حرب بالوكالة بين الأنظمة القومية التحررية العربية بقيادة مصر جمال عبد الناصر التي دعمت الثورة جمهورية، والأنظمة الملكية الموالية للمعسكر الغربي بزعامة السعودية وإيران والأردن والتي دعمت الملكية. منذ دخول الحوثيين صنعاء اقتصر إحياء ذكرى ثورة 26 من سبتمبر عام 62 على بعض المظاهر السطحية في بعض المدن ومنها العاصمة، ولكن لا يرقى إحياء صنعاء لهذه المناسبة إلى أصغر مناسبة خاصة بالجماعة. ومن أخبارنا المنوعة ما قالته صحيفة البيان أن شركة هواوي الصينية كشفت عن الحيلة التي استعانت بها من أجل إنقاذ هاتفي ميت 30 وميت 30 برو من الحظر الذي فرضته شركة جوجل الأمريكية على نظام تشغيل أندرويد. وكانت هواوي قد أعلنت في وقت سابق أن هاتفي 30 ميت و 30 ميت برو لن يتمتعا بخدمات متجر جوجل بلاي ولا تطبيقات أندرويد الرئيسية مثل البريد الإلكتروني وخريطة جوجل أو يوتيوب. وكشفت أنها استعانت بتقنية قديمة وهي تطبيق لونش لودر الذي يمكنه تحميل التطبيقات الرئيسية التي يرغب بها المستخدم بعد الانتهاء من خطوات تشغيل الهاتف الرئيسية. وأشارت هواوي إلى أن تلك الطريقة ربما تكون خطوة تجاه الاستغناء عن نظام تشغيل أندرويد بصورة نهائية. وقال الرئيس التنفيذي لهواوي ريتشارد ريو في السابق كان هناك مخاوف أمنية من برنامج لونش لودر، لكن الشركة وفرت أقصى درجات الأمان لمستخدميها حتى يتمكنوا من تنزيل تطبيقاتهم المفضلة بأنفسهم. أصبحت زيارة العواصم العربية أمرا محفوفا بالمخاطر، خاصة تلك التي سيطرت عليها الميليشيا أو ما بات يعرف بالعواصم الأربع. الصحفي اللبناني سمير عطاء الله يتحدث عن واحدة من تلك العواصم وأفاد في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط. كيف يمنع إنسان عربي نفسه من زيارة العراق؟ أو بالأحرى لماذا؟ الجواب السريع هو الخوف. أيام صدام حسين كنت تخاف من داعيك ومن مرافقك ومن أن ترمي الصحيفة في سلة الغرفة بعد قراءتها لأن عليها صورة السيد الرئيس، ومن نميمة نصف الصحفيين الحاضرين، ومن أنك مشتبه به كبير خطير لأنك لم تكتب حرفاً عن صدام متآمر. وبعد صدام دبت في بغداد فوضى أكثر فظاعة من نظامه، وحلمت برحلة قصيرة إلى مكتبات شارع المتنبي وسهرة على دجلة وجلسة مع مثقفي العراق، لكنني ترددت من الخوف ونويت أن أتشجع وأمضي لحظة يفوز إياد علاوي في الانتخابات. لكن رغم فوزه فإن نوري المالكي جاء إلى السلطة عابساً في وجه الأمة من تطوان إلى بغداد، كما قال البارودي في قصيدته الوحدوية الشهيرة. تجنبت أن أزور أي بلد عربي من دون دعوة رسمية لأن الصحفي يعد متسللاً. حتى حفلات الاستقبال الرسمية في لندن كنت أتجنبها، وفي أي حال لم أكن أدعى إليها باعتباري رجعياً. ربما كان علي أن أقبل دعوة الأستاذ فخري كريم. ثمة بغداد أخرى في بغداد اليوم، ومثل كثيرين أشعر باطمئنان إلى عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي عرفناه أيام منفاه في لندن. لكنني أعترف بأنني بعد كل هذا الزمان أشعر بغربة شديدة عن بغداد، مكتفياً بذكرى الصداقات القديمة من البيات إلى السياب إلى فتى الفرات الطيب بلند الحيدري.
بعكس السياب والبياتي كان الحيدري بشوشاً ضاحكاً متفائلاً وبلا مواويل حزينة، وكان رفيقاً مفرحاً في السفر، غزير الطيبة، غزير الثقافات، خبير المكتبات، خائفاً هو أيضاً ترك بغداد وحملها معه إلى منفاه. أكثر الأخبار التي تم تداولها في المواقع الإخبارية العالمية نطالعه من موقع البي بي سي، حيث أقيم قداس على روح قط كانت له شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين السكان المحليين في مدينة ألي بمقاطعة كامبرشير البريطانية، ويعنون الموقع قطط وكلاب وحمير في قداس لتأبين قط، وكان القط يدعى غارفيلد، يعيش في متجر سانسبري المحلي ونفق في مرآة بالسيارات الخاصة بالمتجر في يوليو الماضي إثر إصابته بحادث مروري، وذكرته كاتدرائية المدينة في قداسها السنوي الذي تحتفي فيه بالحيوانات. وحضر القداس مجموعة من الحيوانات جلبها الناس معهم، شملت كلابا وقططا وحمارا وابن عرس وطيور، وأقام القداس القس جيمس جيرارد والقسيسة جيسيكا مارتن التي أحضرت كلبها غونزو الذي أنقذته، واحتفيا بأرواح الحيوانات التي في المنطقة وباركها، كما خطبت المؤلفة كيت كاروت التي ألفت كتابا عن حياة غارفيلد وقالت: مدينتنا اليوم كلها حزينة لموته. عبارة واحدة قالها أحد الركاب في طائرة أمريكية ما دفع إلى قيام كابتن الطائرة بهبوط اضطراري، ووفقا لموقع CNN راكب مزعج يصرخ جميعكم هالكون ويتسبب في هبوط اضطراري لطائرة أمريكية، حيث اضطرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى الهبوط بعد أن فقد أحد المسافرين السيطرة على تصرفاته وبدأ بركل المقاعد والصراخ على الركاب وتدخين سجائن على متن الطائرة. وقال الراكب جيم ديكي والذي كان مسافرا لحضور مؤتمر أن الرجل بدأ يصرخ ويوجه تهديدات للركاب على متن الطائرة، وقام بضرب المقعد أمامه، فصرخت السيدة التي كانت تجلس على ذلك المقعد، مضيفا أن قبطان الطائرة أعلن أنه سيغير مسار الرحلة بعد مرور 20 دقيقة تقريبا من بدء الحادث. وهبطت الطائرة في مدينة دنفر بسبب تواجد مسافر مزعج على متنها، ثم نقل المسافر من الطائرة بواسطة الشرطة. عصر الدرونات، تحت هذا العنوان كتب عريب الرنتاوي مقاله المنشور في الدستور الأردنية. إيران لها باع طويل في إنتاج الطائرات المسيرة، وهي اليوم تتعرض للاستهداف بطائرات من دون طيار غالباً أمريكية، وقد نجحت في إسقاط واحدة من أحدث سلالاتها فوق المياه الإقليمية. العملية كانت بمثابة صفعة للصناعة العسكرية الأمريكية. الحوثي أسقط طائرات أمريكية وخليجية مسيرة، وهناك طائرات أخرى من المؤكد أنه لم يلحظها ولم يستطع إسقاطها، وهو الحوثي بدأ باستخدام هذا السلاح بكثافة ضد أهداف لخصومه في اليمن، وأحياناً ضد أهداف للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن وخارجه. سلاح الفقراء بات أمراً مقلقاً لكثير من الدول المنخرطة في حروب ونزاعات وتدخلات في أزمات المنطقة. لم يعد من السهل السيطرة على أدوات إنتاج هذا السلاح. أما التكنولوجيا الخاصة بإنتاجه فهي متوفرة على الإنترنت. الكلف الدفاعية والوقائية منه عالية جداً، وكلف إسقاطه لا تقل ارتفاعاً. أما إن نجح في الوصول إلى أهدافه فحدث ولا حرج عن الأكلاف المعنوية والنفسية والمادية والسياسية. يفتح الانتشار الكثيف لهذا السلاح الباب رحباً لشتى السيناريوهات المتخيلة، بما فيها توازن الردع بين جماعات وميليشيات فقيرة ومعدمة من جهة، ودول مدججة بالمال والتكنولوجيا والتفوق من جهة ثانية. لقد بدأنا نستمع لأطروحات تتحدث عن توازن ردع بين فصائل فلسطينية ولبنانية وإسرائيل، أو بين الحوثي وخصومه، والمرجح أن تتوالى هذه السلسلة كلما تفاقمت حدة الحروب المحلية والعابرة للحدود. وأخطر ما في أمر الدرونات أنه قد لا يمضي وقت طويل قبل أن يكون بمقدورها حمل أسلحة بدائية محظورة وذات قدرات تدميرية شاملة، وأن تتوسع فصائل ومنظمات إرهابية في إنتاجها واستخدامها، سيما تلك التي تتمتع بملاذات آمنة. حينها وحينها فقط سوف يتضاعف خطر الإرهاب وترتفع معه كلفه وفواتيره. نشرت الجارديان البريطانية صورة لمجموعة من الحيوانات البرية والبرمائية والبحرية، قالت أنها جزء من الثروة الحيوانية لبريطانيا. نتابع هذه الصور معكم في جولتنا لهذا اليوم.
الكاريكاتير فن يسابق الكلمة والصورة ويحمل الكثير من المعاني ويختصرها في رسمة واحدة. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها معا في آخر جولات حلقة اليوم. بهذه المجموعة من رسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. في الغد حلقة جديدة، في أمان الله.